هذا وصاحبت فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران في يومه الأول عروض جوية للطائرات من قبل فرق استعراضية جوية، بالإضافة إلى تواجد عدد من الشركات والمؤسسات المساندة في المعرض. كما اشتملت الفعاليات على عروض جوية ليلية من مختلف القوات الجوية المشاركة. هذا وحرص المواطنون والمقيمون على متابعة العروض الجوية للطائرات وللفرق الاستعراضية الجوية في المناطق المحيطة بقاعدة الصخير الجوية والمطلة على منطقة الرفة بالقرب من موقع إقامة معرض البحرين الدولي للطيران، والذي يقام في نسخته السابعة وسط أجواء حماسية وممتعة.